بيقولوا لي دايما ايه يا دكتور؟ طب ده انا مخزون المبيض ضعيف ومش عارف ايه. والله العظيم يمين احاسب عليه، انا بشوف كتير يا دكتور على والله العظيم الفيديوهات. يمين احاسب عليه، ان في حاله اسمها مدام سالي، سيده محترمه جدا، مخزون مبيضها كان ضعيف 3 من 100، وهذه السيده الان معاها ابنها بفضل من عند الله 3 من 100، يعني صفر علامه عشريه، 0 3، وربنا رزقها وكرمها. ونعلم عن سيدات طبيعي مخزون المبيض بتاعها كان ضعيف برضه وحملت طبيعي، مش حتى كمان حقن مجهري. في ستات عانت من الاجهاض المتكرر اكتر من كذا مره وربنا كرمها. الله يحميها. في ستات وصلت لسن 47 سنه وحملت وولدت معانا وربنا كرمهم معانا، وحاليا واصلين مع ستات تانيين ان احنا نعمل دوت. الفكره ان البني ادم طول ما هو عنده مرض او بيشتاق لحاجه من عند رب العالمين ما يفقدش امل ابدا، ويدور على اللي جاي ويدور على اللي جاي مع اي حته في الدنيا، في الهند، في السند، في امريكا، في اي بني ادم، لان الانسان يعيش بالامل. لكن في ناس فقر تحب ان هي تشيل الامل من الناس، او ناس ذات نفسها فقر بتفقر على نفسها ان هي تقعد تنمر على نفسها، انا خلاص انا زهقت، انا كذا انا كذا انا كذا. فهي في فرق ما بين شعره ما بين النصب وشعره ما بين الحقيقه. تيجي واحده تسالك تقول لك انا 17 سنه 16 سنه ما بخلفش، وعملت 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 حاله، يعني خلاص حاجه عندك انت هخلف. يا ستي قول يا رب، ربنا بتفقري على نفسك ليه؟ وبتحطي على نفسك في 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 ايوه. في ناس بتقف عند مرحله معينه ومش عاوزه سعي من عند ربنا. انت لاحقه على ايه؟ ما هو الست بعد ما بتعدي سن الخمسينات مثلا او اواخر الاربعينات خلاص الدوره خلاص خلاص يعني بتبدا في ايدي الامل ساعتها. لكن في ستات بيصعبوا عليا قوي في سن معين صغير في حياتهم ويبداوا يفقدوا الامل. لا يجروا، هي دي النقطه اللي احنا هي دي النقطه اللي احنا بنقول لا يجروا. احنا بنجري لان كمسنا بنجري. انت جريتي جري له، والله العظيم جريتي كميه جري 16 انا فاكر يجري. بالليل في الطوارئ قاعده خايفه عليها، ايه كل واحد وقت الولاده خايف عليها، وقت الساعه باكيت باكي باكيت بكى ويلا خلاص بقى يا دكتور. لا 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 من غير بوكا، احنا فرحانين النهارده، احنا فرحانين النهارده وربنا كلل سعيكم انتوا الاثنين وعبده الجميل. طبعا محمد بقى الجميل، البركه فيك وفي ربنا بقى. الله 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 العظيم، الله يبارك لكم. كنت بشيلهم الاثنين كده وهي عامله اكراد، واشيل الاثنين كده واخدهم وادفنهم، ده اتنين في مصر والباقي دفناه في المحل. لا اله الا الله، والله العظيم لا اله الا الله، ست لا اله ست عيال لا اله والله العظيم، والبركه فيك يا دكتور. ربنا يديكي كل العظيم. حاجه حلوه يا ست يا جميله انت يا رب، والله العظيم ونجي لك ان بقى سنه بس وتلاقي جاي البركه، ونختار نختار بنوته بقى المره دي والله عشان يبقى معاكي بقى. روحي سمي سوسه كانت بتقول سمي سوسه محمد وسوسه بقى واحد. انا فرحان، انا فرحان بيكم، انا شباب. الله يبارك لك يا رب، ادعي للناس كلها يا رب، الله يبارك، ادعي لنا نكون اسباب للناس كلها، بدعي لك والله نكون كل اسباب للناس كلها. انا فرحان انا يا رب، والناس كلها تجيله. لا انا مش احنا الحمد لله، ده احنا ده احنا ده الناس كلها يا رب على ايدك يا ندعي ان اللي ربنا اللي ربنا مقدر له سعادته معانا يجي لنا، ربنا يجي يسهل له طريقنا، واللي ربنا مقدر سعادته مع حد تاني ربنا، لانها تسهيل رب العالمين. ما تقعدوش، صحيح اجروا دوروا ونسعى يا عبد ونسعى معاه، عارفه احنا اسعى يا رب ونسعى معاه. عارفه احنا لو كلنا كده، كل واحد عنده حلم 16 سنه فضل يجري وراه زي ما انت عملت كده، والله كتير. كل واحد عنده حلم 16 سنه كده يفضل يجري وراه، والله العظيم حالنا هيتصلح. جرينا والله كتير قوي قوي قوي، اجروا ما يقعدوش، ربنا يساعد ونسعى معاه. بالظبط، ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك. خلينا محمد يا رب، يخلي لك محمد ويبقى احسن دكتور، دكتور برضه ولا ظابط، يبقى دكتور او ظابط او مهندس محترم او اي مهنه. هو لك زياره يا دكتور، ده شرف ليا والله العظيم. المكان ده كل شويه ناس، الله يخليك، المكان ده ربنا خلقه، ربنا يجعله دايما كده، ناس كتير خلفت وتحملت بتعدي علينا كل فتره تقول لنا ازيكم عاملين ايه، او حتى يبعتوا لنا صوره كل ما بيكبر الليل. احنا عايشين عشان ده، خليك، احنا عايشين عشان ده. الناس الغلابه كلها الله يخليك، الله يبارك لك، الله يبارك لك، واشوفكوا على خير يا رب. اشوفك على خير يا حبيبتي، الف الف مبروك، الف مبروك اللي خلتنا شلنا محمد، الله يخليك.